تحية لجميع المنابر اللي واكبتنا اليوم في هذا الحدث التاريخي. كيف كعرف الجميع هذه الزيارة ديال السيد الوزير مشكورا، كنشكره بالمناسبة عليها، وكنشكره السيد رئيس الجهة كذلك اللي شرفنا اليوم، شرفنا في مدينته. وكيعرف اليوم هذا الحدث توقيع اتفاقية مهمة ديال المحاور الطرقية اللي عندنا واحد النقص مهم في الإقليم، وهذه الاتفاقية اللي كانت واقفة من 2015 عفوا، وهي واقفة، وكيعرف الجميع الأسباب اللي خلات هذه الاتفاقية توقف، والناس اللي لعبوا في اتجاه سلبي، بلوكاج ومصلحة ضد المصلحة ديال الإقليم. الحمد لله اليوم مشكورا السيد الوزير اللي فعل، والسيد رئيس الجهة فعل، والسيد العامل المحترم كذلك اللي فعلوا هذه الاتفاقية في أشهر قليلة. الحمد لله كان الاتفاق، واليوم كتوقع وكتخرج إن شاء الله الحيز الوجود في أقرب مناسبة. هذه الاتفاقية اللي تحتوي على واحد المحاور طرقية مهمة، كتعرفوا الطريق الساحلية رابطة ما بين الوالدية وصويرة، كذلك الطريق السريع ما بين كزولة أسفي، وواحد المجموعة ديال المحاور أخرى طرقية، ثلاث بوكدرة توسعة مع سبت كزولة، كذلك واحد المجموعة ديال المحاور ما كاينش الوقت باش نذكرها، ولكن حنا الحمد لله كنقولوا جد سعداء بهاد النتائج وهاد المشاريع. كذلك كنتواجدوا اليوم في هاد النقاط المتعلقة بالماء، وحنا كنعيشوا وضعية صعبة في ندرة الماء المياه، والحمد لله هذه مشاريع كانت عندنا، كانت استباقية لمدينة أسفي أنها مشات فيها، وكنشكر جميع الشركاء اللي مشاو في هذا الاتجاه، لا ما فيهم لو سي بي ولا الوكالة ولا المجالس اللي سهلت العملية، وكذلك السيد العامل اللي كان ساهر وسهل العملية ديال هذه المشاريع كلها. حنا جد سعداء بهذه المشاريع، ونتمناو المزيد للإقليم. وكيف عرفتوا أننا طرحنا واحد المجموعة ديال الطلبات للسيد الوزير، أهمها لافاليز ديال راس الفعال اللي فيها واحد المخاطر، قلنا طلبنا منه انه يعاوننا فيها بالناحيه الدعم، خصوصا ان البلديه غادي تكلف بالدراسه ديال هاد لافاليز. كذلك طلبنا منه تسريع بالطريق الرابطه ما بين لوتوروت والاتجاه ديال الميناء الجديد، يعني كاين مجموعه ديال الطلبات غادي ترفع للسيد الوزير، وهذه مناسبه باش نشكروا السيد الوزير لانه ديما كيلبي الطلبات ديالنا، وبان الباب ديالو مفتوح. وهاد هذه المشاريع كاملة جات في إطار واحد الفريق المتجانس، كي ترأسوا سيد العامل، سيد رئيس الجهة، واحد المجموعة ديال الشركاء، لهم الشكر منا والتوفيق إن شاء الله، والإقليم أسفي يستحق أكثر.